السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم هيكون مختلف تماما عن الفيديوهات السابقة، فيديو مليء بالجمال والطبيعة والراحة النفسية. في بعض الأحيان كيحتاج الواحد منا أنه يفصل على العالم ويلتجأ للطبيعة باش يساعد التوازن ديالو في الحياة ويفرغ الضغوطات والطاقة السلبية، وكيجلس مع راسو وكيعيد الحسابات ديالو ويرجع بطاقة جديدة، طاقة كلها حماس وحيوية، طاقة إيجابية باش يواصل السير ديالو في الحياة، وكيرجع بنفسية كلها أمل وتفاؤل. فبغيت نصطحبكم معايا في هذه الرحلة القصيرة لمنطقة جميلة من مناطق مدينة طنجة. هذه المنطقة اللي سميتها وداليا كنت معروضة فيها عند واحد الصديقة ديالي، وكانت رحلة اللي رائعة رغم القصر ديالها. فالتواصل ديالنا مع الطبيعة شي حاجة اللي مهمة لنا في الحياة ديالنا باش كنساعدو التوازن ديالنا، وكنساعدو يعني التواصل ديالنا مع الدوات ديالنا. فقبل ما نبداو الرحلة ديالنا والجولة ديالنا في هذه المنطقة الجميلة، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليكم معايا في هذه الرحلة المليئة بالحياة. أنا أعطيكم معلومات على هذه المنطقة دوداليان. هي تابعة لجامعة القصر الصغير جهة ديال طنجة تطوان الحسيمة، كتبعد على طنجة 22 كيلومتر ونص، تقريبا نصف ساعة بالسيارة وساعة بالحافلة. بالنسبة لمنطقة وداليان هي منطقة اللي قروية فيها عدد كبير ديال المنازل، وهذا المنزل اللي حنايا فيه منزل اللي عنده المساحة الخضراء اللي تابعة له مساحة اللي كبيرة. صراحة منطقة اللي رائعة، كلها طبيعة كلها جمال. والمميز في هذه المنطقة أن فيها الواد وفيها البحر، كيجيو الناس لهنا بالسيارات ديالهم للبحر. منطقة اللي فيها واحد الهدوء كبير بحكم أنها بعيدة شوية على المدينة، فأغلب الناس اللي كيجيو لها كيكونوا بالسيارات. فهذه يعني الجلسة الخارجية للمنزل كما كتشوفوا، مطلة على البحر وعلى الواد كذلك وعلى الطبيعة. صراحة من أجمل الجلسات اللي الإنسان كيستمتع بهم هما الجلسات اللي كيكونوا على الطبيعة، كيتواصل مع الطبيعة، كيتنفس هواء اللي نقي، اوكي حس بواحد الهدوء والسكينه. كما كتشوفوا هذه الجلسه هذه جات مطله على الطبيعه وعلى البحر وعلى الواد، جلسه اللي كترد الروح كما كيقولوا، جلسه ولا اروع. هذا الواد قبلت الدار اللي جالسين فيها، المساحات الخضراء شاسعه. صراحه انسان كيحتاج مره انه يكون في مكان في حلايدا، مكان اللي كله هدوء كله سكينه. كاين المواشي هنايا بالنسبه السكان الاصليين كيربيو الماشيه، كاين هنا الابقار. بالنسبه لهذه المنطقه منطقه اللي قرويه، ولكن هتلقاو فيها محلات، كاينه مقاهي، كاينه يعني كافه الاشياء اللي ممكن تحتاجوها، بحكم ان الناس كيجيو سواء يعني للبحر هنا يجلسوا في البحر او في المنطقه ككل. فمنطقة اللي رائعة. بالنسبة للمواصلات لهذه المنطقة كاين حتى المواصلات العامة بحال الحافلات او التاكسيات كذلك. شوفوا لي هذه الجلسة هنايا، جلسة اللي رائعة على الطبيعة مباشرة، جلسة اللي زوينة بزاف. كنتمنى انكم تكونوا كتستمتعوا بهذا الفيديو، والهدف ديالي من مشاركة هذا الفيديو او هذه المنطقة نشوفوا الجمال اللي كاين في بلادنا، وكذلك تكونوا كتستمتعوا نتوما كتشوفوا الجمال الطبيعي الرباني اللي ما كتدخلش فيه الايادي البشرية. فالطبيعة هو واحد الجمال اللي الله عز وجل خلقه وبقى على طبيعته، فهذا هو اللي كيخلينا أننا نحس بواحد الراحة وإحنا جالسين في الطبيعة أو في هذه الأماكن الخضراء كذلك. وبما أننا في فصل الصيف هنشارك معكم إن شاء الله مناطق اللي زوينة في مدينة طنجة بالنسبة للناس اللي كيبغيو يجيو يخيموا في الشمال، فهنشارك معكم أماكن اللي ممكن تجيو لها زيارة وتستمتعوا بها إن شاء الله. فما تنسوش اللي باقي ما شاركش في القناة، شاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم من عندنا كل جديد.